ما زال موجود في ضواحي كنيسة ماركا بحدود 500 عائلة عراقيين. هدول اللي لغاية اليوم من 2014 لليوم 2020 ما زالوا ينتظروا فرصة للذهاب أو للجوء لأي بلد تاني. والله يعني الوضع بالعراق ما مستقر، يعني ما تعرف، شهر عن شهر أسوأ، ومستقبل صراحة مستقبل ماكو، الأطفال الصغار يعني مستقبل هذول ما عندهم أي مستقبل بالعراق. حجم المساعدات اللي موجود للأخوة العراقية هو قليل، بغطيش 10% من عدد العراقيين الموجودين في الأردن.